نحن في الشهر الخامس، شهر نوار أو شهر أيار أو شهر معارض الأزهار. في هذا الشهر ولد رجل عجب من الرجال، منهم وليس منهم يسمى بليا بن ملكان. بليا بن ملكان فيما بعد لقب بالخضر، وهو في الآداب العالمية آلاف الكتب تتحدث عن بليا بن ملكان أو عن الرجل الأخضر، The Green Man. وأحيانا نجد كتب للأطفال وللرجال وللعسكر وللمدنيين، هذه الكتب تحمل عنوان السوبرمان. السوبرمان يعني هذا الرجل بليا بن ملكان أو الخضر أو الرجل الأخضر. ما قصة هذا الرجل الأخضر؟ ينبغي أن يكون محبوبا للصحارى وللصحراويين، لأنهم يقولون حيث يمر هذا الرجل الخضر يخضر كل شيء. نحن نقول نحب فتخضر الصحارى. يبدو إذن أن الخضر رجل الحب أو رجل المحبة. من أجل هذا تعلقت قلوب الأنبياء بهذا الرجل الذي اسمه الخضر أو لقبه الخضر واسمه بليا بن ملكان. بأضواء عيني الخضر نرى دوائر الوجود أو دوائر الجمال، نرى مقامات الناس، كل الناس، ونرى مقامات الأنبياء أيضا كل الأنبياء، ثم نرى قمما أعلى من هذه القمم يسمونها الذرة أو أولو العزم. الأنبياء أولو العزم الخمسة هم نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، وأيضا عيسى عليه السلام، ثم خاتم الأنبياء. هؤلاء الأنبياء الخمسة أحيانا في آداب الأمم في مؤتمرات أو تطلعات المفكرين يلتقي هؤلاء الأنبياء الذرة ويأتمرون بأمر ويفيدون واحدا منهم للقاء نافذة أو للإطلالة من نافذة ما على عالم غير منظور. مرة أوفدوا موسى. موسى بحكاية موجودة في سورة الكهف، السورة 18 من سور القرآن الكريم، التقى عند مكان اسمه مجمع البحرين، التقى برجل يحكى أنه عندما كان يصلي على البحر شكل أسطوري من الحكاية، فانتهى من الكلام من الصلاة، قال السلام عليكم موسى، يقول فيجيبه عليك السلام يا موسى بن عمران. فيتعجب موسى، من أخبرك أني موسى بن عمران؟ قال الذي أرسلك إلي. ثم خرج ومشي معا. يحكى أن طائرا صغيرا نقر نقرة من ماء عن سفينة وطار. قال له كم حجم هذا الذي أخذه الطائر؟ قال له لا شيء. قال له مقدار علمي وعلمك من علم الله أقل من مقداري، أقل من يعني الذي أخذه الطائر أكثر من علمي وعلمك بالنسبة للعلم المطلق. فتعجب موسى وطلب من الخضر أمرا. إذا قرأتم الآية 60 إلى الآية 82 تأخذون النصوص كما هي. اليوم أقرب هذه الفكرة. موسى أعجوبة، كمان بطل من أبطال المعرفة، وبطل
بالمعنى الأكثر تدريبات والأكثر طيران والأكثر تجارب، بيجرب بمصر، بيجرب بمدين، بيجرب في أي مكان يسمع أنه في علم أكثر، يهجم موسى على هذا. حتى بعض القراء الذين قرأوا القرآن تعجبوا كثيرا، 136 مرة يذكر موسى عليه السلام في القرآن، فقالوا هذا ملك القرآن عن موسى. ومع ذلك ملك القرآن عندما التقى بهذا الرجل المشع، هذا الرجل الأخضر، يقول له هكذا النص: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عجب، كل عبقرية موسى وبطولته والسمو مقامه، وهو موفد أولي العزم الخمسة، وهو على ذروة زر الأنبياء، يطلب وهذا تدريب وتعليم وتربية للعلماء، للفقهاء، للذين يظنون أنهم يعرفون كثيرا. موسى العظيم يطلب اتباع رجل درويش على شاطئ بحر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يعني نحن متعجبون أيضا، كما نحن معجبون بموسى غاية الإعجاب، متعجبون من هذا المربي العجب الذي تحدث إلى موسى بلهجة الأب. قال له موسى: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني من البداية بدأت النتيجة.